ستريت اي تي. الطلعه الاولى ستكون بين حسن العمادي على يسار المضمار. حسن العمادي فاز على في الطلعه الاولى فاز على عبد الرحمن فخرو، بينما على يمين المضمار عبد الله العمادي، والذي فاز بالطلعه الاولى على عبد الله العمادي.
the semi-final for Street ED. We have Khalid Al-Husseini on the left lane and on the right lane. Thank you.
نصل الآن إلى الدور الأول من منافسات فئة
التاليه يخوض الطلعه الاولى غالب بالتالي اول للدور النهائي او للدور الثاني من هذه الفئه. ناجي الباكر هيز ذا فيرست كواليفاير ان 8 سلندر ستوك. So the first run for Najee Bakir. الطلعة التالية ستكون بين عبد الله فخر على يسار المضمار وأحمد العمادي. Thank you.
اطراف المواجهات لنقل رؤيه Thank you.
الاسكندر.
will be truck stop. على يمين المطار
بينما على اليسار جلال خان على متن 2008 تويوتا تاندرا. لنرى من سيواجه باتريك في الدور الثاني. الفائز من هذه الطلعة سيواجه في الدور الثاني والذي هو دور نصف نهائي باتريك الفائز. Thank you.
المركز الخامس واجه متقاربة لكلا المتسابقين الأزمنة التي سجلت في التجارب متقاربة جدا بالنسبة لهما.
المادي على يسار بالمار صاحب المركز الثامن في التجارب الدقيقية، وصاحب الفرس في الجولة الماضية على يمين بالمار راشد الهاجري محتل المركز الأول في التجارب الدقيقية الخاصة خاصة بهذه الفئة الدقيقية. يوم أمس الهاجري على صاحب المركز الرابع في التجارب
باتريك بي على يسار المضمار صاحب المركز الثامن في التجارب. Thank you.
الراجحي ومحمد المصري. محمد الجابر. Thank you.
هذه الجولة. لكن من سيواجه يعقوب الأنصاري؟ هل سيواجه نواف الأنصاري؟ هذا النزال على يسار المضمار، صاحب المركز الثاني في التجارب إلى اليمين، وصاحب المركز الثالث في التجارب إلى اليسار. Thank you.
إذن النهائي الأول في منافسات الجولة الثانية سيجمع بين خالد الحسيني على يسار المدمار، على اليمين سيكون عبد العزيز الهيل. النهائي الذي شهد في الجولة الأولى فوز حسن العمادي على أحمد أبو رشيد، سنشاهد ثنائي مختلف تماما في هذه الجولة، الجولة الثانية، لمن سيذهب اللقب؟ خالد الحسيني على يسار المدمار، عبد العزيز الهيل على يمين المدمار. Thank you.
أو كان بهذه الفئة من نصيب ناصر العطية. لنرى من سيكون صاحب اللقب في الجولة الثانية. محمد أنس يعقوب إلى اليسار، مشعل جوهر إلى اليمين. Thank you.
نصل الآن إلى آخر المواجهات النهائية لهذه الليلة على مستوى فئة الدراجات النارية. راشد الهاجري على يمين المضمار صاحب المركز الأول في التجارب التأهيلية والفائز بلقب الجولة الماضية، على يمين المضمار عيد العجمي صاحب المركز الثاني في تلك التجارب. لنرى من سيكون صاحب آخر لقب اليوم، اللقب الأخير، لقب فئة الدراجات النارية للجولة الثانية من بطولة قطر الوطنية للستريت براد.